بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم رانا 23 ديسمبر 2022 ورانا متواجدين في سوق بودواو للطيور. السوق هذا يعني فيه الطيور بكثرة، حتى الدجاج والحمام موجودين كذلك بكثرة. بالمناسبة هي الجمعة ما قبل الأخيرة لسنة 2022، إن شاء الله يدخل علينا العام الجديد بالصحة والهنا. دائما تحية خاصة لكل متتبعي قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. ما تنساوناش بالدعم تاعكم، ما تنساوناش بالإنجاب تاعكم. الناس اللي راهي تشوف قناة ناصر تي في لأول مرة تشترك في القناة وتولي معنا في العائلة الكبيرة. إذن كالعادة الفلوغ هدايا راح يكون خاص إلا بالمقنين السوفاج إن شاء الله، يعني نشوفه وش راه يدير الصيد الجديد، ثم كذلك ندير لكم فيديو خاص بالمقنين القادم في الكاجا. هكذا يا باش نعطي لكم نظرة كامل على سوق بدوة، وكذلك طيور زينة الكناري أي نوع نلقاوها راح يكون هنا في الفيديو. إذن انتظرونا. إذا نبداو لكم أول تاجر هنايا بسوق بودواو مع حبيبي هذا اللي كل جمعة تلقاوه هنا في السوق، وجاب لنا المال وحتى الجان هذا مازال ما طلعش. الله يبارك. بالنسبة للسعر يعني إن شاء الله يكمل هكذا يا خوتي، 6000 دينار هاكو تشوفوا 600000. دائما نقول لكم ما يهمكمش يعني الشكل تاعو، بالك راهو مفرطش شوية ولا الجناحتين، ولكن المهم بون سونتي. هذا ما كان عند خويا لهنايا اللي قال لكم يعني يبقى السلعه، سير نخلي لكم رقم الهاتف مي معليش كل جمعه راهو هنايا 6000 دينار خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه. 550. وبالمناسبه كما قال لكم خونا جاب لنا الفيماله هذه، هذه خدمه في السجناء الله يبارك، وراهو يحسب فيها 5500 دينار. دائما في سوق بدواء الله يبارك مون فراني سي جون. هاولي خونا احمد راهو يفيزيتي يا خويا. صح ناصر ما يخدم المقنين احمد اللي قلت لكم كل جمعه راهو هنايا بسوق بودوا، وتحبوا ايام الاسبوع راهو يدور في الصفصافه. كيما ناصر لاباس؟ صباحو يا احمد لاباس والله الحمد لله. هنا كاين المال فيما لكن غير المال كاين المال فيما لكن هذه هي الفيمالة. حدرتي و 4.5 دارت 4.5 4500 دينار. هاي الفيلم هذا مروزيا ايش يقول؟ هاي قريب دروزي كيما قال لكم يا خويا، هذه ترميات سجناء ان شاء الله تقدر تجيب بها يا خويا. في مالها من كاين 700 750 كاين 7000 دينار وكاين 7500 دينار والفي مالها 450 وفليا كاع ما تدوش لي قمر. إذا كذلك مع خويا لهنايا بارك الله فيك صحيت بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحة. إذا نبداو مع خويا لهنايا، هذا يخدم كذلك غير المقنين، وجاب لنا الأنثى وجاب لنا الذكر، يعني هذوما في مالات ياك في مالات 400 400 دينار 400000 والمال 7.5 والمال 7.5 يعني 7500 دينار. سيدي ما شابين هادو ما مروخ ماشي مهاجر يا اخي مروخ اي والله المغرب اي والله حملك وراه مش خلوة هاي السلعة هادو ما سيدي مال وسفارهم كامل مصوفيين. دائما نقول لكم جيبوا معكم ناس تعرف هكذايا باش تشوفوا حاجة شابة. المشكل تاع المقنين انه فراجيل، يعني هذا هو البروبليم تاع المقنين فراجيل شويه هكذايا. بون خونا يخدم غير المقنين، دوك نشوفوا الى حبيخ لنا رقم الهاتف يخليه لنا، سينو قال لكم يعني السلعه ما بقاتليش هذا واش كاين، لهذا صبروا الاسبوع القادم ونخلي لكم الرقم باذن الله. اذا كذلك مع خويا لهنايا، يعني قلت لكم لو تعودوا تجوا للسوق كلكي سوا بودوا ولا الحراش، يعني راح تلقاو يعني توجور المام بيرسون هما اللي راهم يبيعوا المقنين، لهذا يقدروا يعني يتهلاو فيكم. دائما هنايا عندنا المال والسعر راهو يدير 7500 دينار 750 دينار. المقنين بقوة الله يبارك
خوتي راهم البرود سي بور شارم كامل يغطوا فيهم باسكو مازالنا صباح واك تعرف المغربي يعني فراجيل شويه لازم تخليه يتغطى شويه. إذا كذلك رانا مع خونا سيد علي لهنا يا سيد علي لي كذلك يعني هو يخدم مع خونا أحمد اللي شتو السلعة تاعو مقبلة وكل جمعة راهم تواجد هنايا في السوق بودواو يخدم في الحراج يعني خويا يخدم بودواو سيد علي وأيام الأسبوع يعني السبت الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس راهم تواجد في الصفصافات تحبوا تروحوا له المحل تما يخدم الا المقنين يعني سبقنا ودرنا لكم يعني دي فيديو في المحل تاعو بليزير فوا يخدم غير المقنين. المال في ماله ما كاش كاين هذيك في ماله في ماله هذه داكور في ماله واحد ناقصكم يعني راه مازال البرد شويه سي بورسا يعني نخبيه هو نورمال البرد ماشي مشكل عندي انا هكذا قال لكم سيد علي نورمال البرد ماشي مشكل البرد ماشي البرد ماشي كاع مشكل انت اسبانيا كيفا سيد علي زاوش مصوفي لا لا ما شاء الله مع سيد علي يعني ماشي مشكل تحبوا تجيبوا الجماعه لهنايا ولا تروحوا لايام الاسبوع في صفصافه بون شحال داير المال 7500 دار 7500 درهم في مال 450 قول في مال هذه اللي هي هنايا 450 الف سوق الحراج سوق بوجوا اسمحوا لي اذا انا مع خونا لهنا كذلك جاب لنا زوج مقانن الله يبارك قال لك هدايا عنده 8 شهور وقت اللي سمعتي هذا يا اخي انت فهمتي واطي في الدوفو ها يقول لكم هذا هو انا دائما نقول لكم خاطيني شي شون ولكن نسقسيهم باش يعطي لكم نظره على سيف وهذا شحال دار خونا مازال ما سامونا مازال ما سامونا شحال يلحق في فيديو هذا يا الرحمن يا بعد هكذا دوز ولا طراز كيما قال لكم دوز ولا طراز هكذا يا وعدنا هدايا اللي قال لكم عنده عامين هكذا عامين ولكن قال لكم هدايا خارج مسقط هدايا راهو يروح كيف كيف ما ساموكش في هدايا؟ ماشي 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 إذا مع أخونا لهنايا كذلك جاب لنا المقنين هدايا هذا اللي طالع جان وراهو فينا الله يبارك دخل لكم كيشون كيفاش؟ أوردينار أوردينار حاجة عادية وسامونا بدوز هكذايا لا لا سامونا ب 800 800 سمحوا لي سامونا ب 8000 دينار وراهو طالب فيه 12 يعني مليون و 200 خويا بارك الله فيك سي جوندي السلام عليكم إذا مع أخينا لهنا كذلك اللي نخدموا به يعني السوفاج باسكو هذا واش راهو موجود هنايا في سوق بودو يعني هذو هما الجماعة اللي يجيبوا السوفاج على كل حال او كيما قال لكم هذا الدوزيام دار 6500 دينار بون دائما نعاود لكم ونقول لكم هدايا كيما هدايا علاش راه 6500 دينار يعني راه بون بري بارابور يعني كي نقول لكم بون بري ماشي تقول لي خويا ناصر راك تحلب ولا يعني بارابور للسوق راهو رخيص راكم سمعتوا 7500 سمعتوا 7000 هادو ما خاصهم يعني الديل تاعهم ماشي مشكل يكون بون سونتي ان شاء الله هذا ما كان تقدر يعني عادي 15 يوم تعاود تنوض له يعاود ينوض له الديل تاعو ويولي لك نورمال وتربح شويه دراهم دائما نقول لكم جيبوا معكم يعني ناس يعرفوا سيرتو في لا سونتي وكل شيء هذا ما كان يعني كيكون هكذا ديناميك راهو الله يبارك صراحه راهو ما شاء الله هم ليك راهم مخبيين قلت لكم راهو شويه البرد الحاله لهدايا يعني شغل مازال ما خرجوهمش كامل ولكن المهم درنا لكم نظرة على واش كاين هنايا في السلعة هكذايا تقدروا تزوروا سوق بودواو لأن السوق فيه المقانن ما شاء الله خاوتي قلت لكم هدايا الفلوغ درتو خاص إلا بالسوفاج فقط دوك نديروا لكم كذلك فلوغ خاص بالمقنين القديم في الكاشان نسمعوا شوية الشو تاع المقنين نشوفوا حاجة تاع الكوبلاج هكذايا باش نعطوا لكم نظرة نقول لكم هلا في روحكم ما تنساوناش بالدعم تاعكم ما تنساوناش دعاوي الخير اللي مازال مشترك في القناة يشارك الآن في القناة ويفعل الجرس باش يلحقوا جديد تاع خوكم ناصر هلا في روحكم السلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.